السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هناخد أسئلة عامة على مادة التاريخ بتاعتنا. إحنا كنا خدنا 3 دروس، أول 3 دروس عندي في الترم الثاني، هم دول اللي هتكون الأسئلة اللي عليهم النهاردة. أول سؤال عندي بيقول لي إيه؟ اعتمد الرومان على مصر في توفير احتياجات روما من الحبوب مما يدل على. إحنا عارفين إن مصر قبل الفتح الإسلامي كانت تحت الاحتلال أو كانت تحت سيطرة روما. روما اعتبرت مصر عبارة عن إيه؟ قال لي عبارة عن مزرعة أو عبارة عن مكان بتاخد منه الحبوب الغذائية. طيب اعتمادها الكلي على الحبوب الغذائية بتاعت المصريين إن هي صدرها روما، دوت كان بيدل على إيه بقى؟ قال لي دوت كان بيدل على ثروة مصر الزراعية. كان كل سنة من مصر بتتحول شحنة قمح كبيرة جدا لروما، فكان احتياج روما أو اعتماد روما على المصريين في توفير احتياجاتها من الحبوب ده يدل على إيه؟ ثروة مصر الزراعية، يدل على إيه؟ ثروة مصر الزراعية. طيب تاني سؤال عندي، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام رسالة إلى المقوقس حاكم مصر من أجل إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان هدفه الأول والأخير في الدعوة الإسلامية هو نشر الدين الإسلامي بتاعنا، وكان فعلا هو دوت الهدف، إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رسالة إلى المقوقس ليه؟ لنشر الدعوة الإسلامية. يبقى من أجل إيه؟ نشر الدعوة الإسلامية. تالت سؤال عندي، أرسل عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب بعد وصوله إلى حصن بابليون يطلب منه المدد بسبب. احنا عارفين ان اللي فتح مصر كان او الفتح الاسلامي لمصر كان على يد عمرو بن العاص. طيب مين خليفة المسلمين في الوقت دوت؟ عمر بن الخطاب. المهم ان عمر بن الخطاب دوت زي ما احنا شرحنا قبل كده، عرفنا ان هو استشار المسلمين وان كان امر اصلا فتح مصر دوت خد وقت كبير عقبال ما عمر بن الخطاب اصدر القرار لعمرو بن العاص ان هو خلاص ايه يروح يفتح مصر. المهم ان عمرو بن العاص دوت خد مراحل كتير قوي لفتح مصر لغايه ما وصل لحصن بابليون. اول ما وصل للحصن دوت طلب المدد والعون من مين؟ من عمر بن الخطاب. طب ايه السبب؟ قال لي السبب ان الادوات دي نقصت، عنده نقص في الادوات، فكان محتاج ادوات تساعده على الحصار دوت، لان كان حصن بابليون دوت من اهم الحصون الرومانيه في مصر. يبقى ارسل عمرو بن العاص الى الخليفه عمر بن الخطاب بعد وصوله الى حصن بابليون يطلب منه ايه؟ يطلب منه المدد. ليه بقى؟ بسبب نقص الادوات اللازمه لحصار الحصن. رابع سؤال عندي، كان من اسباب اتخاذ عمرو بن العاص لموقع مدينة الفسطاط. عمرو بن العاص أول ما دخل مصر وفتحها وبقت تابعة للخلافة الإسلامية أو للدولة الإسلامية، عمل مدينة اسمها مدينة الفسطاط واتخذها عاصمة. طيب اشمعنى بقى خد الموقع دوت وخد المدينة ديت؟ قال لي قربها من عاصمة الخلافة الإسلامية. يبقى ليه؟ لقربها من عاصمة الخلافة الإسلامية. خامس سؤال عندي، كان السبب الرئيسي في ظهور العنصر الفارسي وتقلده الوظائف في العصر العباسي الأول، إن هو يمسك مناصب ووظائف في العصر العباسي الأول، كان إيه السبب؟ العصر العباسي الأول ما كانش لسه الخلافة العباسية كانت ضعفت أو كان مثلا تولى فيها خلفاء ضعاف، لا كانت برضه في عصر قوة وازدهار. طيب ليه بقى اعتمد على العنصر الفارسي دوت يعني؟ قال لي عشان هو كان سبب في قيام الدولة العباسية أصلا، يبقى بسبب دورهم في قيام الدولة العباسية. يبقى كان السبب الرئيسي في ظهور العنصر الفارسي وتقلده وظائف في العصر العباسي الأول هو إيه؟ دورهم في قيام الدولة العباسية. السؤال اللي بعده، تردد عمر بن الخطاب في خروج عمرو بن العاص لفتح مصر بسبب. انا كنت لسه بشرح لكم من شويه ان عمر بن الخطاب خد وقت كبير جدا لغايه ما خد القرار ان يدي لعمرو بن العاص امر ان هو خلاص يفتح مصر. طيب ايه السبب بقى؟ قال لي السبب في الوقت دوت ان هو كان عايز يثبت الفتوحات الدوله الاسلاميه في الشام. كانت الدوله الاسلاميه في الوقت دوت بتعمل فتوحات في بلاد الشام. طب انا دلوقتي هحارب على جبهتين، طب انا هحارب في كذا مكان، طب انا عايز اثبت الفتوحات بتاعتي في الشام واضمن ان هي تحت السيطره، طب ده وقته ان احنا نروح مصر. فكان عشان كده كان عنده تردد شويه الى حد ما ان هو يعمل ايه، ان هو يخلي عمرو بن العاص يفتح مصر، بس في الاخر خد القرار وراح فعلا عمرو بن العاص وفتح مصر. نيجي للسؤال اللي بعده، نقل
عبد العزيز بن مروان عاصمة مصر من الفسطاط إلى حلوان ليه؟ قال لي الأسباب جغرافية، بيجي لي كده كذا اختيار، أسباب سياسية، أسباب اقتصادية، أسباب جغرافية، هقول له الأسباب جغرافية. السؤال اللي بعد كده، كان فتح المسلمين لمصر بهدف تأمين إيه بقى؟ المدينة النبوية والشام. ساعتها عمرو بن العاص لما جه يقنع عمر بن الخطاب قال له طيب ماشي، انت مش عايزني اخرج عشان خاطر نثبت الفتوحات اللي في الشام؟ طب ما انت لو بصيت ان فتوحات الشام ديت ما بينها وما بين مصر مفيش، المسافة قريبة جدا، طب مين اصلا في مصر؟ روما. طب ما انا عشان أأمن الفتوحات ديت انا محتاج ان انا اضم مصر ليا، فكده بقى نهيت على مثلا نفوذ الرومان او نفوذ روما في المنطقه دي. وفعلا كان فتح المسلمين لمصر بهدف ايه؟ تامين المدينه النبويه والشام. السؤال اللي بعده، يرجع السبب الرئيسي لظهور الدول المستقله في مصر خلال العصر العباسي الى ايه بقى؟ ضعف الخلافه العباسيه. ابتدى العصر العباسي الثاني يتولى خلفاء ضعاف، فابتدت تظهر الدول المستقلة. ايه الدول المستقلة دي؟ ان مصر كانت تابعة للخلافة العباسية. طيب جت الخلافة العباسية ديت، الخليفة اللي ماسك في الوقت دوت خليفة ضعيف، يعمل ايه او يحصل ايه؟ ان مصر ديت يحكمها واحد هو اللي يستقل بيها، هو اللي يصدر القرارات، هو اللي يؤمر الناس، هو اللي يحكمها بدون الرجوع الى الخلافة العباسية. فابتدت تظهر عندي الدول المستقلة زي ايه؟ زي الدولة الطولونية، وزي الدولة الاخشيدية، وزي الدولة الفاطمية. السؤال اللي بعده، تولى احمد بن طولون حكم مصر بفضل ايه بقى؟ احمد بن طولون جه مصر نيابة عن مين؟ بايك باك. طب بايك باك دوت مين؟ كان زوج والدته. طيب يبقى كده تولى احمد بن طولون حكم مصر بفضل ايه؟ الروابط الاجتماعية. بفضل ايه؟ الروابط الاجتماعية. حاولت الدولة العباسية استرداد حكم مصر بعد وفاة أحمد بن طولون. طيب أنا عندي أحمد بن طولون دوت أول واحد قوم الدولة مستقلة في مصر، وكانت الدولة الطولونية. قالوا خلاص بعد ما مات أحمد بن طولون احنا نحاول ان احنا نسترد مصر تاني ونرجعها تحت الخلافة العباسية. طب ايه السبب؟ عشان اعتقدوا ان خمروي ان هو ضعيف، فخلاص بقى احنا كده هنرجعها لينا تاني. لا، للأسف ما لقوش كده. خمروي كان شخص ذكي وقدر ان هو يستمر حكم مصر تحت سيطرته هو دون الرجوع للدولة العباسية. قيام الخليفة العباسي باختيار محمد بن طغج الإخشيد وليا على مصر بسبب، بعد الدولة الطولونية جت الدولة الإخشيدية. طيب الدولة الإخشيدية دي تنسب إلى مين؟ محمد بن طغج الإخشيد. طيب بناء على ايه بقى تم تولية محمد بن طغج الإخشيد؟ محمد بن طغج الإخشيد حقق انتصارات عسكرية كتير جدا، وتصدى للدولة الفاطمية بشكل كبير قوي. الدولة الفاطمية اللي كانت في الوقت دوت هي الند للدولة للخلافة العباسية. يعني ايه الند ليها؟ كانت في الوقت دوت قوية ومسيطرة، كانت بتعمل هجمات كتير قوي على مصر، حاولت تفتح مصر 3 مرات وفشلت في ال3 مرات. كان محمد بن طغج الإخشيد من الناس اللي تصدت ليها وقدر ان هو فعلا يهزمهم. عشان كده الخليفة العباسي لما جه يختار محمد بن طغج الإخشيد اختاره بسبب ايه؟ مهاراته العسكرية. بسبب مهاراته العسكرية. السؤال اللي بعده، أكدت علاقة خمروي بالدولة العباسية على تمتعه بإيه؟ أنا قلت لكم إن الدولة العباسية فوق حاولت إن هي تسترد حكم مصر بعد وفاة أحمد بن طولون. طيب علاقة خمروي بالدولة العباسية بقى إن هو قدر إن هو يجعلها تحت سيطرته بعد كده، وقدر إن هو يوطد علاقته بالدولة العباسية، ده يدل على إن هو بيتمتع بإيه؟ بالمهارة السياسية، إن هو قدر يمشي أموره وقدر فعلا إن هو يخلي مصر تحت حكمه، فديت بنسميها مهارة سياسية. السؤال اللي بعده، استفادت الدولة العباسية من تولي محمد بن طغج حكم مصر من الناحية الإيه؟ محمد بن طغج الإخشيد هو حقق لها مكاسب عسكرية كتير، فكانت من الناحية العسكرية. من الناحية الإيه؟ العسكرية. تدهورت أحوال الدولة الطولونية في مصر نتيجة إيه؟ الخلافات السياسية. بسبب سقوط أي دولة يعتبر هو إيه؟ الخلاف السياسي. كذا حد بيتصارع على الحكم، كذا حد عايز يوصل ان هو يبقى الحاكم، فالخلافات السياسية ديت في الاخر بتأدي لإيه؟ لتدهور الدولة وسقوطها.
السؤال اللي بعده، استفاد جوهر الصقلي أثناء استيلائه على مصر من أحوالها الإيه؟ مين جوهر الصقلي دوت؟ أنا قلت لكم الند للخلافة العباسية في الوقت دوت كانت مين؟ الدولة الفاطمية. طيب مين بقى جوهر الصقلي دوت؟ قال لي جوهر الصقلي دوت هو النائب أو القائد اللي جه نيابة عن المعز لدين الله الفاطمي وجه يفتح مصر وقدر إن هو فعلا يضمها، واستطاع إن هو يضمها للخلافة الفاطمية وأنهى الخلافة العباسية نهاية كاملة على مصر. طيب الراجل دوت ازاي بقى استولى على مصر؟ كانت الأحوال فيها يا مالها بقى؟ قال لي الأحوال السياسية بتاعتها. أنا لسه قايلة لكم إن سبب سقوط أي دولة هي إيه؟ الأحوال السياسية. فهو فعلا استفاد في الوقت دوت من كده، إن الدولة الإخشدية في الوقت دوت كانت دولة ضعيفة. تكررت حملات الفاطميين للاستيلاء على مصر، لإدراكهم إيه؟ أنا قلت لكم إن الدولة الفاطمية ديت حاولت إن هي تضم مصر 3 مرات وفي ال3 مرات فشلوا. طب إيه سبب إصرارهم؟ قال لي سبب إصرارهم إن تأثير مصر في اقتصاديات الخلافة العباسية، عشان أدركوا أو كانوا عارفين إن مصر واقتصادها هيأثر على اقتصاد الخلافة العباسية. ليه؟ إشمعنى؟ قال لي عشان مصر بتتمتع بثروات عظيمة وكتيرة جدا، تعتبر مصدر اقتصاد هام جدا للخلافة العباسية. فأنا لما أخد المصدر الاقتصادي الهام دوت للخلافة العباسية، يبقى أنا بعمل إيه؟ بأثر على اقتصاد الخلافة العباسية. فتكرار الحملات الفاطمية للاستيلاء على مصر بسبب إيه؟ إدراكهم تأثير مصر في اقتصاديات الخلافة العباسية. السؤال اللي بعده، تأكدت دعائم الدولة الفاطمية في مصر وانقطعت تبعيتها للخلافة العباسية أثناء حكم مين؟ أنا قلت لكم اللي جه يفتح مصر نيابة عن المعز لدين الله الفاطمي وأول ما فتح أنهى الخلافة العباسية على مصر خالص كان مين؟ جوهر الصقلي. فعلا جوهر الصقلي أول ما فتح مصر ابتدى إن هو يعمل عاصمة جديدة اللي هي القاهرة الفاطمية، وفعلا وبإن هو عمل العاصمة ديت أنهى الوجود أو أنهى سيطرة الدولة العباسية على مصر نهاية كاملة. وصلت الدولة الفاطمية ذروة نفوذها في عهد الخليفة مين بقى؟ قال لي في عهد الخليفة المستنصر بالله. الراجل دوت عمل فتوحات كتير جدا وانتصارات عظيمة زي ما احنا كنا بنشرح. السؤال اللي بعده، العامل الرئيسي الذي ساعد على سقوط الدولة الفاطمية هو ايه؟ الصراع على الوزارة. انا لسه قايله لكم من شوية ان سبب سقوط اي دولة هو الصراعات السياسية. طيب في الوقت دوت بقى كان منصب الوزير كان اهم بكتير جدا من منصب الخليفة. ليه؟ لان كانت كلمتهم ماشية في الوقت دوت. فحصل صراع زي اللي احنا عارفينه بقى واللي احنا اتكلمنا عنه ما بين شاور ودرغام، وفعلا الصراع دوت هو كان سبب رئيسي في سقوط الدولة الفاطمية. كل واحد فيهم استعان بقوة خارجية أدت في الآخر إلى سقوط الدولة. طيب طلب المصريين الأمان من جوهر الصقلي بسبب إيه بقى؟ جوهر الصقلي لما جاي يفتح مصر المصريين طلبوا منه الأمان بسبب إيه؟ بسبب يأسهم من مقاومة الفاطميين. المصريين يا ولاد كانوا مغلوبين على أمرهم كده، اللي هو يعني الخلافة العباسية وبعد كده الدولة الطولونية وجالهم الدولة الإخشدية، فاللي هو بيعانوا أصلا. فأول ما جالهم جوهر الصقلي فاللي هو طلبوا منه الأمان، إحنا مش عايزين أكتر من الأمان. بسبب إيه؟ ده يدل على إيه؟ إن هم عندهم يأس. سعى الفاطميون بعد الاستيلاء على مصر إلى تحقيق هدفهم الأكبر. إيه هو بقى هدفهم الأكبر؟ مصر دي كانت خطوة أو مرحلة ليه؟ للسيطرة على الأماكن المقدسة، إن هم عايزين ياخدوا الأماكن المقدسة بتاعتنا اللي هي في الحجاز وكده. وبكده خلصت المراجعة بتاعتنا البسيطة اللي احنا اتكلمنا عنها ديت، والأسئلة اللي احنا لسه شرحنا اللي ظاهرة قدامكم. وإن شاء الله بإذن الله أي سؤال أي حاجة انتوا طبعا عارفين تتواصلوا معايا إزاي، وإن شاء الله ربنا يوفقكم. وأي حاجة بعتولي وبإذن الله ربنا ييسر لكم أموركم بإذن الله. ولو أي سؤال واقف قدامكم أنا معاكم، يعني ربنا يوفقكم إن شاء الله.